كابتن حشيش، يعني اتكلمت مع حضرتك تحديدا قبل المباراه عن نحاله الاجهاد، وده ليس تبريرا. احنا بنقول ان ده شيء واقعي وشيء ملموس وشيء بيحدث في ارض الملعب، ان حاله الاجهاد قد تؤثر بشكل سلبي على اللاعبين. كان واضح جدا هذا الموضوع النهارده. بص، هو طبعا لو هنتكلم بصفه عامه، طبعا اداء دون المستوى طبعا، على المستوى الجماعي والفردي طبعا، يعني ممكن يبقى على المستوى حتى الفردي الناس بتأدي اللي عليها، انما في لعيبه كثيره في الملعب ما ادتش اللي عليها، ومش هو ده مستواها المطلوب، بعيدا بقى عن طبعا موضوع الاجهاد، لان في لعيبه كثيره كانت في المباراه النهارده كانت مريحه للمباراه اللي فاتت تحسبا للاجهاد المباراه دي. ممكن تقدر تقول ان من شكل الفرقه ان ما كانش في تحضير جيد نفسي للمباراه، ان انت في حاله الخساره في المباراه دي بتدخل تاني في لخبطه في الجدول، وتدخل بقى في حزمه بيرما تاني، يعني على الاقل الهدف انت تحس في بعض اوقات كتيره من المباراه ان النادي الاهلي يعني بيقول التعادل ماشي خلاص كويس، بيدور الكره، يعني التعادل كويس، مفيش الرغبه بتاعه المكسب القويه عند النادي الاهلي زي فرقه سيمبا. سيمبا كانوا نازلين عايز يكسب، وده اللي قلناه قبل الماتش ان هو ما قدموش حاجه، الحاجه الوحيده اللي تدخله تاني في اللعبه ان هو يكسب النادي الاهلي وفي نفس الوقت يسقر للمباراه الاولانيه اللي هي بسكور كتير، وده كان باين. ده المشكله في الخساره النهارده، لسه بدري وعندك ماتشات، وان شاء الله النادي الاهلي يعوض، بس المشكله في الموضوع دوت ان انت دخلت نفسك تحت ضغط تاني، بدل ما كنت هتلعب وخلاص انت بتتكلم على التاهل خلاص، وبقى تفضل حسابات مين اول ومين تاني، انت دخلت نفسك في ضغط عصبي انك لازم تبص للمباراه. احنا ما كناش هنبص خالص المباراه اللي هتتلعب النهارده بين فيتا والشبيبه، انما انت لازم تبص ليها وبتعمل لها حسابات، عندك ماتش فيتا كلاب هناك اللي احنا عارفين كلنا ان هم على ارضهم يعني فرقه صعبه جدا، هتبتدي برضو تفكر فيه، ده هياثر عليك برضو في ضغط مباريات الدوري. احنا قلنا نجيب نتيجه كويسه ونرفع الضغط العصبي مؤقتا بتاع افريقيا، وتبتدي بقى تفكر في مباراه الدوري اللي جاي. انت دلوقتي عندك لا ضغط عصبي. عايز اعرف اللي برضو في علامات استفهام بالنسبه للعيبه زي رمضان وندفد وسوليه، النهارده الناس مش موجوده، رمضان مصر لكل كوره عايز يستلم من الثبات، مش عايز يتحرك، مش عايز ينطلق، وده برضو حاجه غريبه ان الراجل خواجه برضو ما يعني التغييرات بتاعته متاخره، ما انت لقيت بعض اللعيبه مش في حالتها، ابتدي غير، لقيت في مساحات نتيجه لضغط فرقه سيمبا على النادي الاهلي، عامله مساحات في خلف لعيبه نص الملعب بتوع سيمبا والديفنس، نزل لعيبه تقدر تعمل الفارق في السرعات، تلعب على المساحات، يعني انا شايف النهارده كده في شويه انت حتى ما استفدتش بالتغيير، انت عملت تغييرين ما استفدتش بالتغيير الثالث، يعني على اساس ان انت برضه في ناس مجهده تريح، خطا ساذج في الهدف اللي جه من ياسر وايمن، واحد نط غلط والتاني ما غطاش عليه، يعني جون ساذج جدا، ما تخدش في لعيبه خبرات او في النادي الاهلي، ففي عوامل كتيره جدا ادت طبعا للاداء الهزيل النهارده بصراحه اللي حصل. بنقول ربنا سهل ان شاء الله في خلال المباريات الجايه ناخدها ماخذ الجد، ولازم تعمل حساب قوي، ده هيبقى هناك حسابات مختلفة خلاص. انت عقدت الموقف في المجموعه، انت غيرت الحسابات، هزيمتك النهارده من سيمبا، وبالتالي انت اللي مطالب ان انت يعني الموضوع في ايديك، يعني ما زال الموضوع هو ده طبعا الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر، ودي حاجه مهمه ان لسه في ايدك، ما خرجش عن ايدك، يعني انا بقول لحضرتك هو النادي الاهلي هو اللي بيقود هذه المجموعه، صحيح، اللي هو بيقول ان المجموعه دي هي في ايديا لسه، صحيح، فانت اللي عقدت موقفك، وبالتالي انت اللي تقدر تخلص نفسك من هذا التعقيد. يعني النهارده اسلام انت فرقه سيمبا بعيده خالص، انت بعيده النهارده، تتعادل تتغلب خلاص خلص الموضوع بالنسبه لهم، زي ما احنا قلنا هم نازلين يعملوا بقى يعني مكسب كده مظبوط ليهم، يعني انت دخلته في اللعبه، انت دخلته في اللعبه تاني، فانت عملت النهارده حاجات غير المتوقعه خالص.